جائزة جديدة وتروفي جديد لممثل مسرحي لبناني عن مجمل مسيرته. بطلب من الإعلامي يزبك وهبي ورئيس التحرير موقع الفن الإعلامية هلا المر يتفضلوا على المسرح ويكشفوا لنا عن الاسم. مساء الخير. هالسنة بيحتفل بمرور 50 سنة من العطاءات الفنية. من 73 ولليوم حضوره ساطع، صوته على المسرح رائع، مش ممكن يخف وهجه لأنه هو القيمة المضافة بكل عمل موجود فيه. نحن في حضرة التاريخ، تاريخ من الفن، تاريخ من المسرح. حدا منكم بينسى صخرة طانيوس؟ حدا منكم بينسى جبران؟ حدا منكم بينسى مار شربل؟ حدا منكم ينسى وقفة ملك بمسرح كاراكلا الغنائي؟ أكيد لا، لأنه هو ملك المسرح وملك الفن وملك الأدب. رفعت طرباي. مضبوط، ما حدا عم بدي أعبد. يا رب دخلك. وطي صوتي. تفضل معنا على الكنيسة تنتشكر ربنا لكرمه عطفه علينا. عجل يا أنطون، إذا مثل البيت بدنا نتفرج على حفلة وداع وعواطف، جيش إبراهيم باشا بيوصل على اسطنبول. رجعت تلعب تحت الشتي يا قرد. خليل، هالصبي رح يطير لي عقلي. ليتني أجمع بيوتكم في يدي وكالزارع أبذرها في الغابات والمرور. شكراً، شكراً للميراكس دور وللجنة. قبل أن يعود قلب بيروت ينبض بالحرية، لا حياة لمن تنادي. المسرح أيها السادة هو مقياس حضارة أي شعب من شعوب الأرض، ويوم كانت بيروت الحبيبة، بيروت الجميلة، بيروت صانعة أحلامنا، بيروت وزارة ثقافتها مقهى الهورشو، بيروت العاصمة الثقافية لعالمنا العربي، يومها كللنا هامتك بمسرح يليق بك، واليوم دمروا بيروت، دمروا الحلم، سرقوا التاج وسرقوا الدولة وسرقوا أحلامنا. وغالبية كبارنا أصبحوا في العالم الحقيقي، وقلة منهم هنا في عالم الخيال لتروي حكاياتهم. هذا التكريم هو لكم، لكبارنا، والبقية صمت وسكون. شكراً. مبروك رفعت طرباي، بيلبق لك التكريم. بالرغم